رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع بريده يجتمع بالانديه اليوم لمناقشه التعديلات على نظام المسابقات. فيتو اجتماع ودي يحسم منصب النائب لاحمد شوبير في الجبليه. سوبر كوره صحفيه اسبانيه أجاري يخضع للتحقيقات من قبل القضاء الأسباني. البوابة نيوز فيكتور جوميز حكم لمباراة مصر وتونس. الفجر طاهر محمد طاهر لن أكون ضيف شرف في المنتخب وأرغب في الاحتراف. جريدة الوطن مهاجم الداخلية لأجاري أرجوك امنحني فرصة في المنتخب. في الجول كاف يحجب التصويت لاختيار التشكيل الأمثل لأفريقيا ويلغي جائزة أفضل نادي داخل القارة. الوطن سبورت صلاح مرشح للمنافسة على 3 جوائز بحفل الكاف. جريدة الأهرام فييرا يرفض الراحة في الإسماعيلي. المصري اليوم الاتحاد السكندري يجدد الثقة في حلمي طولان. بوابة أخبار اليوم محمد صلاح يرفض مغادرة ليفربول لهذا السبب. سكاي نيوز سبليتي لو اقتدينا ببرشلونة سنخسر 18-0. آس جاتوزو ميلان استحق الفوز وهيغوين قد يلحق بمباراة اليوفنتوس. سبورت 360 لويس سواريز يتفوق على هجوم ريال مدريد بأكمله. كرة تأجيل يطارد السوبر الإيطالي بين اليوفنتوس وميلان.